بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل في مادة القياسات. احنا كنا المحاضرات السابقة نحكي على الميجرمنت اوف فلو، اتطرقنا للعديد من الطرق. اليوم هنحكي عن طرق جديدة اللي هي توربين ميترز. توربين ميترز في نوعين منها، في الكاب تايب روترز وفي عندي البروبلر تايب روترز. الان الكاب عادت تستخدم عادة كتير مع الهواء، لما نصير فلو بيعمل روتيشن، بيعمل روتيشن للروتر هذا. الآن أنا اللي بصير بيكون في عندي بعد عدد اللفات، في سنسور بعد عدد اللفات، وعدد اللفات ريليتد مع كمية الفلو. كل ما الفلو كان أكتر كل ما كان عندي إيش عدد روتيشنز أكتر. هذا النوع الأول هو كاب تايب روتور. النوع الثاني اللي هو البروبيلر تايب روتور، بيكون عندي بروبيلر. بروبيلر الاسم مأخوذ من البروبيلر تاع الطيارات الفراشة، بروبيلر بسموه. البروبيلر بيكون عندي اللي هو التورباين روتور، وفي عندي هين بيكون منظم، أو في عندي سبورت وهين سبورت، وهين عندي فاريبل ريلكتانس بيك أب. الآن الروتر موشن يتم جسها بفاريبل ريلكتانس تايب بيك اب. ريلكتانس يعني تقطع مجالات مغناطيسيه، لان عدد مرات القطع بعد عدد مرات ايش قطع. عدد مرات القطع هذه بتتناسب مع الفلو، بيزيد عدد مرات القطع يعني روتيشن اعلى معناته عندي فلو اكثر. طبعا التوربين ميترز هي موست اكتف فلو ميترنج ديفايسز، هي من اكثر الاجهزة دقة من ناحية القياس الفلو. هاي اكيورسي مودلز ماي هاف انسرتينز اوف 0.25% نسبة الخطأ بين ربع على نص في المية في حالة السوائل، وبين ربع على 1.5% في حالة الغازات. الماكسيموم تو مينيموم فلو ريتس ار اباوت 10 تو 1 for liquids and 30 to 1 for gases. يعني تشتغل في الرينج بحيث المينيمم فلو يكون 10، الماكسيمم فلو في حاله الليكويدز، او الماكس فلو بيساوي 30 ضعف في المينيمم فلو في حاله الغازات. طيب هيك بنكون خلصنا اللي هي جزئيه الفلو ميترز، او نحكي غطينا مش كل شيء، غطينا الحاجات الأكثر أهمية. إذا بترجعوا على الكتاب في شغلات أكثر بكتير من اللي عطناه في المحاضرات. هيك خلصنا الشابتر. طب حنكمل في مادة القياسات، نحكي على measurement of temperature. في نهاية هذا الشابتر حنكون قادرين على describe the primary standards of temperature، حنكون قادرين على وصف المعايير الأساسية لقياس الحرارة. State the role of fixed point calibration and the necessity for interpolation method in establishing a temperature standard. حنتعرف على thermal expansion thermometry. حنتعرف على electrical resistance thermometry. حنتعرف how to find temperature from resistance devices. How to analyze thermoelectric circuits designed to measure temperature. Describe experiments to determine thermoelectric potential for material pairs. Estimate the impact of loading errors in temperature measurement. هذا اللي حنغطيه في هذا الشابتر. خلينا نتعرف بعض المفاهيم. ايش هي temperature؟ temperature هي خاصية لأي شيء، لأي object، بتوصف حالة السخونة أو البرودة. temperature خاصية للأوبجكت، تصف حالة السخونة أو البرودة لهذا الأوبجكت. طبعا عندنا zero law of thermodynamics. إذا عندي two systems in thermal equilibrium، يعني عندي B في حالة توازن مع A وC في حالة توازن مع A، معناته B وC بيكونوا في حالة توازن. منطقي توازن، يعني إذا خليتهم in contact لفترة طويلة حيصيروا لهم نفس الحرارة B و A، و C A ضلوا فترة طويلة
من كونتاكت مع A صار وصل نفس الحرارة معناته B و C نفس الحرارة. طبعا الزيرز لو اوف ثيرموداينامكس بروفايدز نو مينز فور ديفاينينج ا تمبريتشر سكيل، ما يعطينيش طرق لتعريف اللي هو مقياس الحرارة. A temperature scale provides for three essential aspects of temperature measurement. احنا عشان نعمل temperature scale لازم يتوفر فيه الشروط الثلاثة التالية. اولش definition of the size of the degree، تعريف الحجم ايش الدجري. اثنين لازم يكون عندي fixed reference points for establishing known temperature، لازم يكون عندي نقاط temperature او نقاط temperature مرجعية عشان نعرف بداية السكيل ونهاية السكيل. لأن أنا عرفت بداية السكيل ونهاية السكيل وقيمة الدجري بدي يكون عندي methods أو means for interpolating between fixed temperature points. أنا عندي مثلا هاي المينيموم فاليو هاي الماكسيموم فاليو، بدي يكون في عندي طرق عشان أعمل تقدير للدرجات الحرارة بين المينيموم وبين الماكسيموم. معناته عشان يكون عندي temperature scale لازم يكون عندي definition of the size of the degree، لازم عندي نقاط مرجعية للمينيمم والماكسيمم فاليوز، لازم يكون عندي طريقة للانتربوليشن بين الفيكست تمبريتشر بونز. الآن الفيكست بونت تمبريتشرز اند انتربوليشن عادة بنستخدم التريبل بونت اوف ووتر. ايش هي التريبل بونت؟ ممكن المادة تكون في أحد الحالات الثلاثة، سائل أو غازية أو يعني لو رسمت الفيز دياجرام للمية هذه تمبريتشر هذه بريشر هذه إيش التريبل بونت. هنا عندي ليكويد هين صوليد هين حالة غازية. عند تريبل بونت المادة ممكن تكون في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، هذا هي التريبل بونت. فالتريبل بونت للمية اللي هي تقريبا بونت أو واحد ديجريز هي ممكن أعتبرها ستارتينج بونت فور تمبريتشر سكيل، هي نقطة البداية لتمبريتشر سكيل. The number value assigned to this temperature could be anything. And the triple point للمية ممكن أسميها صفر، ممكن أسميها عشرة، خمسطاش، عشرين، تلاتين. فأنا by definition يعني أنت لما حكى لك درجة انصهار المية صفر، طب ليش مش عشرة؟ ليش مش ناقص عشرين؟ معناته نقطة البداية أنا بعرفها، بس بكون عارفها إنه هي هذه درجة انصهار المية أو النحاس أو الحديد أو whatever. فالتريبل بونت اوف ووتر هي عبارة عن starting point for a temperature scale. الرقم اللي بحطه assigned to this temperature could be anything، بتكون أي شيء. في الفهرنهايت temperature scale الريفرنس بونت هذا او الفيكس بونت التريبل بونت للمية قيمتها بتكون قريبة من 32 فهرنهايت. الفيكس بونتس ار ديفايند باي فيز ترانزيشن تمبريتشرز اور تريبل بونت اوف ا بيور سبستنس. النقاط المرجعية الثابتة تعرف من خلال استخدام درجات الحرارة، بيصير عندها تغير في الحالة، تغير في الحالة سواء من حالة مثلا الصلبة للسائلة أو من حالة السائلة للغازية، أو ممكن أستخدم التريبل بونت اللي ممكن تكون المادة في أحد الحالات صلبة سائلة أو غازية. مثلا the point at which pure water boils at one standard atmospheric pressure is an easily reproducible fixed temperature. نقطة المية بتغلي عندها عند ضغط جوي واحد ممكن هي نقطة سهلة، ممكن أعتبر نقطة ثابتة أو نقطة مرجعية. ممكن أحكي assign
this fixed point اللي هي درجة غليان المية عند واحد ضغط جوي القيمة 100. هاي أنا عرفت نقطتين، نقطة اللي هي الانصهار اللي هي هتكون صفر، وعرفت نقطة الغليان. الغليان يعني بيصير تحول من الحالة السائلة للحالة الغازية 100 درجة. بعد هيك define the size of the degree، عرف حجم الدجري. Since we have two fixed points in our temperature scale، احنا في عنا نقطتين مرجعيات هي الصفر والمية، يعني ممكن انا اقسم المسافة بين الصفر والمية لمية تقسيمة واعتبر السايز تاع التقسيمة ايش؟ 1 ديجري. 1 ديجري بالطريقة this defines a workable scale for the measurement of temperature. We have made no provision for interpolating between the two fixed point temperatures. احنا ما عملنا، ما فيش تخصيص محدد للانتربوليشن. كل اللي سويناه ببساطة انه قسمنا المسافة بين الصفر والمية 100 تقسيمة. The calibration of a temperature measuring device، عملية معايرة جهاز لقياس الحرارة، involves not only the establishment of fixed temperature points but also the indication of any temperature between fixed points. يعني عملية interpolation تتضمن ليس فقط تحديد النقاط المرجعية الـ start والنهاية، لكن برضو لازم تتضمن indication لأي درجة حرارة بين اللي هي المينيموم والماكسيموم. يعني مش ضروري يكون التقسيمة ايش؟ منتظمة. The operation of a mercury in a glass thermometer، اللي هو الثيرمتر العادي اللي هو بيستخدم الزئبق، بيكون في جوا خزان له للزئبق وفي عنده كابلري تيوب، is based on the thermal expansion of mercury. تعتمد قياس الحرارة انه لما بسخن الزئبق بتمدد بيمشي فيه البوب رفيع جدا، فبيعطيه انديكيشن للحرارة. كل ما كانت الحرارة اعلى كل ما تمدد لمسافة اطول. الان في عندي هين ميزان حرارة زئبقي. Imagine that we submerge the thermometer in water. تخيل انك غمرت هذا الثيرمومتر في ميه وتلج. الان هذا المفروض تعطيني fixed point، وعملت شحطه حكيت هذا الصفر، عملت شحطه حكيت هذا الصفر. بعد رحت غمرت الثيرمومتر في ميه بتغلي، كانت في حاله غليان. الآن نتيجة ارتفاع الحرارة حيبدأ الزئبق يتمدد ويرتفع الأنبوب لحد ما يثبت عند مكان معين، بحط شحطة، هذا اعتبره ايش؟ 100. The process of establishing 50 degrees without a fixed point calibration is called interpolation. طريقة أو عملية إنه أحدد درجة الخمسين بدون ما استخدم نقاط مرجعية. النقاط المرجعية تمثل ايش؟ تريبل بوينت او ترانزيشن تمبريتشر من ليكويد ستيت لغاز ستيت، او ترانزيشن من ليكويد لسوليد. السيمبلست اوبشن، اسهل خيار، ان اقسم المسافه على الثيرمومتر بين الصفر و100 بمسافات متساويه، يعني يكون 0 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما اصل 100. هذه ابسط طريقه. We do not have enough information to appropriately divide the interval between 0 and 100 on the thermometer into degrees. الآن احنا قسمنا، افترضنا انه العلاقة لينير، فعشان هيك صارت تقسيمات متساوية. عشان اقسم صح بلزمني a theory of the behavior of the mercury in the thermometer. يا اما بدي افهم نظريه كيف الزئبق بتمدد، كيف علاقته مع الارتفاع بالحراره، وبناء عليها اعمل التقسيمات،
او استخدم fixed points for calibration or necessary reserve or او استخدم نقاط تانية لتعريف درجات حرارة بين الصفر والمية، النقاط اللي هي fixed points، انصهار مثلا، يعني لو أخذنا مثلا المعادن، هل المعادن تنصهر على نفس درجة الحرارة؟ لا، معناته هذا ممكن نعتبره fixed points. لحد نهاية القرن الثامن عشر there was no standard for interpolating between fixed points in the temperature scale، ما كان في standard عشان أقرب أو أوجد النقاط اللي بين fixed points. نتيجة عدم وجود standard نتج إنه إذا بعمل بستخدم different thermometers، يعني عندي يعني مصنع من أكثر من مصنع، ممكن تعطيني كل واحدة قراءة شكل لنفس درجة الحرارة، كل واحدة تعطيني قراءة شكل لنفس درجة الحرارة، لأنه ما في ستاندرد. حس تقسيم والتفاصيل، تفاصيل الثيرموميتر. يعني إذا تشتري الثيرموميتر الزئبق العادي اشتري من أي شركة وطلع عليه نفس الشيء كله تقريبا، نفس تفاصيل الديزاين، معناته درسوا البيهيفير تاع إيش الزئبق. The definition of temperature scale is provided by the International Temperature Scale Standard of 1990. في سنة 1990 حطوا اللي هو International Temperature Scale، سموه ITS-90 اللي هي International Temperature Scale 1990. This standard establishes the fixed points for temperature and provides standard procedures and devices for interpolating between fixed points. الITS 90 وضع أو عرف fixed points for temperature، برضو عرف standard procedures الطرق المعيارية والأجهزة المستخدمة عشان نعمل interpolation بين fixed points. It establishes the Kelvin as the unit of for the fundamental increment in temperature، اللي هي الوحدة الأساسية لدرجة الحرارة إيش؟ الكلفن. الوحدات الثانية اللي هي الرانكين، السيلسيوس، الفهرنهايت، كلها وحدات مشتقة من الكلفن. The primary fixed points from ITS 90 are shown in table 8.1. نطلع table 8.1. المعرف اللي هو temperature fixed points as defined by ITS 90. ITS 90 يعني مثلا ناخذ triple point of hydrogen بيساوي 13.8033 ايش كلفن. ناخذ للtriple point of neon، هذه طبعا fixed point، triple point of neon 24.5561 كلفن، تريبل بونت اوف اكسجين 54.3584 كلفن، تريبل بونت اوف ارجون 83.8858. طبعا هو عشان يصل لدرجة حرارة صحيقة في البرودة محتاج يستخدم ايش غازات، عشان يصل درجة حرارة عالية هيستخدم ايش معادن عشان يعرف الفيكست بوينت. معناته to define the very low temperatures محتاج gases، أو بالنسبة لنا gases عند ضغط الجو العادي، مظبوط. في حالة الحرارة العالية بيستخدم fixed point temperatures اللي هي بتكون metals، اللي هي بالنسبة لنا عند ضغط الجو العادي بتكون في الحالة الصلبة. معناته definition ليش صلب أو سائل أو غاز، يعني يعتمد على الضغط. يعني لما ممكن أنا أحكي الحديد مادة صلبة، ممكن أحكي الحديد مادة سائلة، ممكن الحديد أحكي عنه غاز الحديد، مظبوط. فالديفينيشن تاع الستيت لماتيريال معينة بيعتمد على شغلتين، درجة الحرارة وضغط الجو. طيب solid liquid equilibrium for gallium at 1 atmospheric pressure بيساوي 302.9146 كلفن.
مثلا السوليد ليكويد اكوليبرم فور كبر ات 1 اتموسفير بريشر اللي هي 1357.77 كلفن. هذه هي فيكست بوينت تمبريتشرز استخدمها الاي تي اس 90 تو ديفاين اللي هو الفيكست بوينت تمبريتشرز. طبعا في other fixed points of secondary importance are available in ITS. طبعا في هذه ليس فقط الفيكست بوينت اللي احنا شايفين التابل هذا، في ثانيه موجوده الماتيريالز ثانيه عرفت باستخدام الاي تي اس 90. Along with the fixed temperature points established by the ITS 90 بالموازاه لاستخدامنا للفيكست بوينت تمبريتشرز المعرفه بالاي تي اس 90، A standard for interpolating between these fixed points is necessary. نفس الـ ITS حط معيار عشان تعمل interpolation between these fixed points. For temperatures من درجات حرارة بين 13.8033 ل 1234.9 كلفن. نروح لطلع التابل. 13.8033 ايش هي؟ تريبلت اوف هيدروجين، وال 1234 اللي هي سوليد ليكويد ايكوليبرام فور سيلفر للفضه عند 1 اتموسفيريك بريشر. فور تمبريتشرز من التير بوينت الهيدروجين للليكويد سوليد ترانزيشن تمبريتشر للفضه اي تي اس 90 استابليشز ابليتانيوم ريزيستنس ثيرموميتر، استخدم الثيرموميتر بيعتمد على التغير في المقاومة، المقاومة المعادن تتغير مع التغير بدرجة حرارة. طبعا استخدم البلاتينيوم as the standard interpolating instrument، يعني استخدم البلاتينيوم ريزيستنس ثيرموميتر عشان اعمل interpolation بين الفيكست بونز، and establishes interpolating equations that relate temperature to resistance. وطبعا وضع معادلات عشان تحسب الدرجات الحرارة مع التغير في قيمة المقاومة. أكثر above 1234.93 كلفن temperature is defined in terms of black body radiation. black يعني استخدم أجهزة قياس تعتمد على الإشعاع، تعتمد على الإشعاع. طيب the present standards for fixed point temperatures and interpolation allow for practical and accurate measurements of temperature اللي هي المعايير المستخدمة حاليا للfixed point temperatures بتوفر لنا يعني طرق قياس عملية ودقيقة لدرجة الحرارة. في الولايات المتحدة The National Institute of Standards and Technology (NIST) provides for means to obtain accurately calibrated platinum wire thermometers for use as secondary standards in the calibration of a temperature measuring system. بيستخدموا اللي هي أسلاك البلاتينيوم كأجهزة لقياس الحرارة عشان أعمل معايرة للأجهزة القياس الأخرى. طبعا في أجهزة قياس مختلفة ليس فقط البلاتينيوم، بس البلاتينيوم يعتمد كستاندرد أو كمعيار لمعايرة الأجهزة الأخرى. الآن طرق قياس الحرارة، في عندي الثيرمومتري based on thermal expansion اللي هو قياس الحرارة اعتمادا على التمدد الحراري، قياس الحرارة اعتمادا على التمدد الحراري. Most materials exhibit a change in size with changes in material and temperature. معظم المواد بيصير فيها تغير بالحجم نتيجة التغير بالحرارة. إذا ارتفعت الحرارة حجمها بيزيد، وإذا نزل الحرارة حجمها بيقل.
الا الميه عند لما نكون قريبين من الصفر ونبرد حجمها ايش بيزيد. The liquid in a glass, the liquid in a glass thermometer and the bimetallic thermometers are based on this principle. اللي هو الترمتر الزجاجي اللي بيعتمد على الزئبق والبايميتاليك ثرمتر فكرتهم معتمدة عن انه بصير تمدد للمادة او انكماش للمادة نتيجة تغير بدرجة الحرارة. الليكويد ان جلاس ثرمومترز اللي هو أجهزة قياس الحرارة تعتمد على إيش؟ على الزئبق. Liquid in a glass thermometer measures temperature by virtue of thin expansion of a liquid. الآن الأجهزة تعتمد في قياس على الحرارة على تمدد لسائل. بعرف الحرارة بتمدد السائل فبتعطيني indication لدرجة الحرارة. الآن في عندي هين البلب تحت بتمثل لخزان بوفر كمية كافية من الليكويد، لأن في عندي هين طبعا في عندي الكابيلاري تيوب، في عندي انبوبة شعرية، انبوبة شعرية. الآن لما أغمر الثيرموميتر في البيئة اللي بدي أقيس درجة حرارتها، إذا كانت البيئة سخنة حيصير إيش؟ تمدد للليكويد لحد ما يصير في حالة اتزان مع البيئة. احنا عشان هيك ذكرنا ايش الزيروز لو اوف ثيرمودينامكس، يعني انت بتقيس الحرارة بين لما بتصير بتقيس الحرارة من خلال انك تصل لحالة توازن بين الجهاز المستخدم في القياس والبيئة اللي بدك تقيس حرارتها. لازم تصل لحالة توازن بين البيئة المراد قياس درجة حرارتها والجهاز المستخدم في القياس. معناته البلب بتشتغل كخزان بيعطيني كمية كافية للسائل بحيث انه لو تمدد يكون عندي كمية كافية لانها تمشي في الانبوبة الشعرية. طبعا النصل هذا اللي هو الستيم بيحتوي على انبوب شعاري رفيع، بيحتوي على انبوب شعاري رفيع. The difference in thermal expansion between the liquid and the glass. الآن في عندي تمدد حراري للزجاج نفسه وفي تمدد حراري لإيش؟ للليكويد للزئبق. The difference in the thermal expansion between the liquid and the glass produces a detectable change in the level. الآن الفرق في التمدد الحراري بين الزجاج والسائل بيعطيني يعني تغير ملحوظ في ارتفاع الليكويد في الانبوبة الشعرية اللي بتمكننا من قياس درجة الحرارة. During calibration خلال عملية المعايرة في المصنع للثيرموميتر such a thermometer is subject to one of three measuring environments. خلال عملية المعايرة للجهاز ممكن اعمل له complete immersion او total immersion ايش غمر complete immersion او total immersion او partial immersion. complete immersion بحط يعني بكون الثيرموميتر كله مغمور في البيئة، مثلا انا بدي اقيس درجة حرارة مية بيكون مغمور كله في المية، هذا complete immersion. total immersion بغطس الثيرموميتر في المية للارتفاع اللي بيعطيني درجة القياس الحرارة، الارتفاع بيعطيني القياس الحرارة. أنا بغمر شوي بغطسها شوي وبطلع بيعلى لسه الفلويد في الثيرموميتر، بنزلها كمان شوي بنزل لحد ما يصير اللي هو ارتفاع الليكويد في الكالوتيوب نفس الارتفاع المغمور، هذا هو التوتال إيميرشن. في البارشال إيميرشن الغمر الجزئي انه انا خلص كمصنع بحكي بدك تغمره لحد الارتفاع هذا، هذه بريديتيرمت اماونت، فممكن
فالتمدد يصير اعلى اعلى اللي هي هذه القيمه، هذا يسمى ايش؟ partial immersion. طبعا معظم اللي تشوفوه انتم من نتنا، هل هو partial ولا total ولا complete؟ partial. هو ايش الفكرة؟ انه انت عشان تستخدم هذا الجهاز في القياس لازم تعمل له غمر بنفس الطريقة اللي تمت فيها المعايرة. فالمفروض المصنع يحكي انه انا خلال الكاليبريشن انه هذا الثيرموميتر عملت له complete immersion او total immersion او partial immersion. إذا هو عمل كومبليت إيميرشن بدك تحطه في تغمره كامل في البيئة، إذا هو عمل بارشل إيميرشن بدك تعمل له إيش؟ بارشل إيميرشن. بالضبط حسب الماكسيم ليفل لدرجة الحرارة. يعني مثلا لو الجهاز معير لمية درجة، أو نحكي الجهاز تاع قياس درجة حرارة الإنسان معاير لحد 50 درجة نحكي. طيب افرض حطيت سخنت لمية، ايش حيصير؟ هيوصل لدرجة معينة ويجي. طيب وضلتني اسخن البوب الشعالي ممكن حينفجر. البوب حينفجر؟ لا حينفجر، لانه هو بحاول يتمدد وفي اشي بمنعه، فحيتكسر الزجاج تاع ايش؟ الجهاز. طبعا اي جهاز له رينج معين للقياس. والله هذا الجهاز بقيس من مثلا من 0 ل 500، هذا الجهاز بقيس من 200 ل 400، فهذا بتكون معلومات معرفه او معرفه من المصنع. For the most accurate temperature measurement the thermometer should be immersed in the same manner as in use as it was during calibration. عشان احصل على نتيجه قراءه دقيقه لدرجه الحراره لازم يغمر الثيرموميتر بنفس الطريقة اللي تمت خلال عملية المعايرة. Practical measurements using liquid in a glass thermometer typically result in total uncertainties that range from 0.2 to 2 degrees depending on the specific instrument. يعني نسبة الخطأ في liquid in a glass thermometer تتراوح بين 2.10 لدرجتين. الآن النوع الثاني اللي بيعتمد على التمدد الحراري اللي هو الباي ميتاليك ثيرموميتر. باي ميتاليك ثيرموميتر بيكون القطعة اللي بتجس الحرارة مكونة من شريحتين، شريحة اللي هي معدن A وشريحة معدن B، والسمك الكولي ملتصقين مع بعض. طبعا يتم لصقهم اللي هي bonded at temperature T1. عند temperature T1 بيكون two strips straight، بيكون مستقيمة. مثلا صار الحام عند مثلا 25 درجة مثلا، أو عند 30 درجة، أو عند 100 whatever درجة حرارة. عند درجة الدرجة حرارة اللي تم لحام القطعتين مع بعض بيكون اللي عند الستريب إيش بتكون؟ مستقيمة. الآن الميتال A بيكون معامل التمدد الحراري الثيرمال اكسبانشن لA أكتر من B. يعني A بتمدد لو سخنا صنخ دلتا T معينة، الميتال A بتمدد أكتر من ميتال B. معناته إذا الميتال A بتمدد أكتر معناته حيصير تقوس، إذا ارتفعت الحرارة حيصير تقوس لأنه A حيتمدد أكتر من B فحيصير تقوس. إذا صار انخفاض درجة الحرارة حصير الكيرفتشر ايش؟ بالعكس. مظبوط؟ فأنا اللي بقيسه اللي هو الراديوس اوف كيرفتشر RC. طيب الRC اللي هو الراديوس اوف كيرفتشر يعطي العلاقة بيساوي D على سي ألفا A ناقص سي ألفا B في تي 2 ناقص تي 1. الـ RC هو الـ radius of curvature،
الدي اللي هو الثيكنس للتو ستريبس مع بعض، السي الفا اي معادل معامل التمدد الحراري للميتال اي، والسي الفا بي معامل التمدد الحراري للميتال بي. البايميتاليك ستريبس امبلوي وان ميتال هافينج ا هاي coefficient of thermal expansion and another having a low coefficient. يعني بتكون مكونة من 2 strips، واحدة strip اللي هو معامل التمدد الحراري لها عالي، والstrip الثاني معامل التمدد الحراري لها ايش؟ منخفض. بيستخدموا سبيكة عادة اسمها انفار، ممكن ندور عليها. سبيكة معدن انفار is often used as one of the metals. معامل التمدد الحراري لمادة الانفار بيساوي 1.7×10^8 متر لكل متر لكل ديجري. الآن طبعا الانفار معامل التمدد الحراري منخفض، يعني بيمثل ميتال بي، بيستخدم معه ميتال اي زي ستيل مثلا. الستيل معامل التمدد الحراري للستيل يتراوح بين 2×10^5 ل20×10^5. يعني واضح معامل التمدد الحراري للبي اللي هو زي الستيل اعلى بكتير من الانفار. نتيجه اختلاف التمدد الحراري بصير التقوس، بقيس التقوس، فمنها من معرفتي للتقوس بعرف درجه الحراره. الثيرموميترز اللي بتستخدم فكرتها بتعتمد على الباي ميتاليك ستريب، ممكن تعطيني نسبة خطأ 1 ديجري. نسبة خطأ 1 ديجري. النوع الثالث اللي هي الالكتريكال ريزيستنس ثيرمومتر. الالكتريكال ريزيستنس ثيرمومتر. الالكتريكال ريزيستنس اوف ا كوندكتور اور سيمي كوندكتور فاريز وذ تمبريتشر. الان المقاومة الكهربائية لمادة موصلة أو مادة شبه موصلة تتغير مع التغير بدرجة الحرارة. طبعا مازال في إشي سهل القياس زي المقاومة الحرارية. قياسي للتغير بالمقاومة يعتبر قياس للتغير بدرجة الحرارة. لأن عندي two basic classes of resistance thermometers. في نوعين أساسي، عائلتين أساسيات من resistance thermometers. في عندي ما يسمى resistance temperature detectors اللي هي RTD، عادة بتكون هذه معادل موصل الحرارة. resistance temperature detectors RTD. في عندي thermistors اللي هي semiconductors، مواد شبه موصلة. معناته two basic classes of resistance thermometers اللي هي resistance temperature detectors RTD، وفي عندي thermistors اللي هي بتكون مواد أشبه موصلات semiconductors. RTDs اللي هي resistance temperature detectors may be formed from a solid metal wire، ممكن يتم تشكيله من solid metal wire that exhibits an increase in electrical resistance with temperature. يعني ال RTD اللي هي احنا حكينا عنها resistance temperature detector ممكن تكون عبارة عن سلك مصمت اللي مقاومته بتزيد مع الارتفاع بدرجة الحرارة. Depending on the material selected, the resistance may increase or decrease with temperature. مش دائما المقاومة بتزيد مع الحرارة، بعض الأحيان بتقل. الآن هل بتقل أو بتزيد بيعتمد على اختيارنا، على اختيارنا للماتيريال. في ماتيريالز الريزيستنس بتزيد مع الزيادة بالحرارة، وفي ماتيريالز الريزيستنس بتقل مع الارتفاع مع درجة الحرارة. الآن the resistance change of a thermistor. الثيرمستر حكينا هو مادة موصلة ولا شبه موصلة؟ أشبه موصلات، شبه موصلة. The resistance change of a thermistor may be expressed as R minus R node بيساوي K في T minus T node. الكي temperature
كوفيشنت، والارنود هي المقاومه عند ريفرنس تمبريتشر تي نود، والار هي الريزيستنس عند درجه حراره معينه. اي درجه حراره؟ الار هي الريزيستنس ات اني تمبريتشر، الارنود هي الريزيستنس ات ريفرنس تمبريتشر تي نود، والكي تمبريتشر كوفيشنت. A thermistor may have a positive temperature coefficient PTC or a negative temperature coefficient NTC. يعني ممكن يكون ال K موجب بس ما positive temperature coefficient، أو ال K ممكن يكون سالب. يعني إذا كان عند ال R بيساوي R نود زائد K في T minus T نود، يعني ال K ممكن يكون إيش؟ positive. إذا positive معناته resistance بيزيد درجة الحرارة، أو ممكن يكون ال K negative معناته واضح كل ما تزيد الحرارة إيش؟ بتقل resistance. على الماتيريال حكينا، في مواد مقاومتها بتزيد مع الارتفاع بالحرارة، وفي مواد مقاومتها بتقل مع الارتفاع درجة الحرارة. الآن أنا مبين عندي هين بلوت للريزيستنس مع التغير درجة الحرارة لمواد مختلفة. عندي يعني هين عرض، عندي هين جرمانيوم، يعني كذا مادة. لاحظوا في مواد كل ما تزيد الحرارة بتقل المقاومة، في مواد المادة هذه والمادة هذه الريزيستنس بتزيد مع الارتفاع بدرجة الحرارة. لاحظوا ان عندي هين لوج سكيل، عندي هين مثلا 0.1 1 10 100 1000، هين عندي 10 أس ناقص 1، 10 أس 0، 10 أس 1، 10 أس 2، 10 أس 3 وهكذا، لوج سكيل. فمعناته في مواد الريزيستنس تاعتها بتقل مع الارتفاع بالحرارة، وفي مواد الريزيستنس تاعتها بتزيد مع الارتفاع بدرجة الحرارة. الآن الريزيستنس تمبريتشر ديتكتورز، الآن sensor is generally constructed by mounting a metal wire on an insulating support structure. لازم السلك أثبته على structure، معامل التمدد الحراري تاعه يعني منخفض جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه إذا كان السبورت المحطوط عليه السلك التمدد تبعه عالي جدا بيأثر على القراءات، صح؟ فبيعطيني قراءات غلط. And by encasing the wire to prevent changes in resistance due to influences from the sensor's environment such as corrosion. ولازم يكون مغطى مغلف عشان أعزله عن البيئة. عندي هين هذا السلك مستخدم، سلك المقاومة تاعته بتتغير مع تغير درجة الحرارة. In case محطوط جوا انبوب مصنوع من البايركس قطرة 3×8 انش، وفي مادة اللي هي ميكا، مادة سيراميك ميكا بيستخدموها في الطناجر الخبز، ميكا هذه التمدد تاعها والمص زيرو مع التغير مع درجة الحرارة عشان امنع اي ميكانيكال سترين. لو لا تمدد بتصير تعمل لي في المناطق هذه تعمل لي ميكانيكال سترين، و المقاومة تتغيرش ليس فقط مع التغير بالدرجة الحرارة، برضو المقاومة تتغير مع السترين. إذا بصير في ديفورميشن بصير برضو تغير في الريزيستنس. فأنت إذا صار سترين الزيادة فأنا حتعطيني درجة الحرارة تكون 100 حتعطيها 110، لأن جزء من التشينج الريزيستنس ديو تو ميكانيكال سترين نوت ديو تو تمبريتشر، فبصير القراءة خادعة مش حقيقية.
حكينا ميكانيكال سترين تشينجز ا كوندكتورز ريزيستنس، اذا بيصير استطاله او انكماش في في الـ في اللي هو السنسور نتيجه اسباب ميكانيكيه، نتيجه اسباب ميكانيكيه. الاسباب الميكانيكيه انه مثلا انا حاططها مركبها على الماده معينه والماده تمدت بالزياده، فحتعمل ميكانيكال، حتعمله تجبر يعمل يصير على ميكانيكال سترين، وبالتالي مش حتعطيني انديكيشن صح لدرجه الحراره. ديس فاكتور اللي هو انك تاخذ في عين الاعتبار اللي هو الميكانيكال سترين is essential because resistance changes with mechanical strain are significant، اللي هو كمية التغير بالمقاومة نتيجة الميكانيكال سترين قيمتها كبيرة نسبيا، وبالتالي بتأثر على دقة القراءة. عشان كده لازم يكون عندي provision for strain free expansion، لازم يكون عندي expansion للسنسور free، ما فيش شيء مؤثر ميكانيكي خارجي بيأثر عليه، وبالتالي أنا الإكسبانشن بيكون ناتج فقط عن التغير في الحرارة، ما فيش اللي هو إكسبانشن نتيجة أسباب ميكانيكية. طيب the resistance، إذا في عندي كوندكتور سلك طوله L ومقطع السلك مقطعه AC وإله resistivity رو E، resistivity رو E، الريزيستنس للكوندكتور هذا بيساوي رو E في L على AC، يعني الريزيستنس يتناسب تناسب طردي مع الريزيستيفيتي للماتيريال، وكل ما يزيد الطول وكل ما يقل إيش أو الكروس سكشن. يعني إذا السلك مقطع كبير متوقع لما أمر فيه تيار كهربائي إنه يحمر ولا مش هيحمر؟ مش هيحمر، معناته المقاومة تاعته إيش؟ قليلة. إذا خليته رفيع كتير بيحمر بسرعة، معناته الريزيستنس تاعته إيش؟ زادت. فالريزيستنس يساوي رو إي L على AC، الرول هي electrical resistivity والL length للكوندكتور والAC مساحة المقطع تاع الكوندكتور. العلاقة بين المقاومة لميتال كوندكتور ودرجة الحرارة ممكن نعبر عنها من خلال اللي هي polynomial R بيساوي R نود في واحد زائد ألفا في تي ماينس تي نود زائد بيتا في تي ماينس تي نود الكل تربيع زائد ثيتا مثلا في تي ماينس تي نود الكل تكعيب، حتكون بولينوميال غير منتهية. RO is a reference resistance measured at temperature TO. الكوفيشنت ألفا وبيتا هذه material constants. الآن في الشكل هذا مرجيني بلوت للريزيستنس اللي هي R على RO، relative resistance اللي هي R على RO مع درجة الحرارة. عندي هين بلاتينيوم، في عندي هين نحاس، عندي نيكل. إذا بتطلع مثلا على الكبر تقريبا من ناقص 200 لحد 600 تقريبا العلاقة لينير، وخد البلاتينيوم من ناقص 200 لحد 800 درجة برضو العلاقة تقريبا لينير. معناته هين النون لينير تيرنز ممكن هين احكي انه R بيساوي تقريبا R نود في واحد زائد الفا في تي ماينس تي نود، واهمل النون لينير تيرنز، اهمل النون لينير تيرنز. طيب الالفا هي temperature coefficient of resistivity for platinum conductor، اذا كانت الماده تاعت الموصل اللي انا مستخدمه كمجاز the linear approximation is accurate within uncertainty of 0.3
على الرينج من 0 إلى 200. إذا استخدمت بلوتونيوم كسنسور بيعطيني دقة حوالي 3.1% من 0 إلى 200 درجة، وبيعطيني أنسرتينتي 1.2% من 200 إلى 800 درجة. لأنه من طلع من 0 إلى 200 درجة لينيرتي عالية كتير، من 200 إلى 800 في صم كربتشر صغير. طيب تيبل 8.2 معطيني temperature coefficient of resistivity for selected materials at 20 degrees، يعني المعادلة إن اللي هي R بيساوي R نود في 1 زد ألفا في T ماينس T نود. مثلا ألمنيوم معطيني الألفا بونت O اللي هي O 429، البلاتينيوم بونت O O 3927، التنجستون بونت O O 48، وهكذا. بلاتينيوم از الان هنحكي على البلاتينيوم ريزيستنس تمبريتشر ديفايس. البلاتينيوم ريزيستنس تمبريتشر ديفايس، بلاتينيوم از ذا موست كومن ماتيريال chosen فور ذا كونستراكشن اوف ريزيستنس ثيرمومترز، يعني هي الماتيريال اكثر شيوعا تستخدم في ريزيستنس تمبريتشر ديفايسز. البلاتينيوم exhibits a predictable and reproducible change in electrical resistance with temperature. البلاتينيوم بورجينا تغير متوقع طبقا للمعادلة اللي هي R بيساوي R نود، اللي هي هذه المعادلة R بيساوي R نود في 1 زد ألفا في دلتا T، and reproducible يعني لما يبرد ويسخن تاني دائما بيعطيه نفس الرز، يعني الريبريسيبل يعني بتغيرش مع الزمن كتير، بما بتغير مع الزمن كتير. which can be calibrated and interpolated to a high degree of accuracy. the linear approximation for the relationship between temperature and resistance is valid over a wide temperature range and the platinum is highly stable. يعني العلاقة الخطية بين درجة الحرارة والمقاومة للبلاتينيوم valid بتنفع على رينج على تقريبا من 0 إلى 800 درجة، من 0 إلى 800 درجة. to be suitable for use as a secondary temperature standard a platinum resistant thermometer should have a value of not less than 0.003925. عشان يكون مناسب انه استخدمه كمعيار ثانوي عشان اعير اجهزة تانية، الالفة تاعته لازم تكون مش اقل من 0.003925 per degree. هذه الالفة طبعا قيمة الألفة بتعتمد على البيوريتي تاعت البلاتينيوم، كل ما كان عندي نقاء أعلى في البلاتينيوم كل ما حصلت على أحسن درجة الحرارة. In general RTDs may be used for the measurement of temperature ranging from cryogenic to approximately 150. عادة resistance temperature detectors تستخدم لأجهزة لقياس الحرارة في الرينج من كرايجونيك لتقريبا 650. إيش معنى كرايجونيك؟ كرايجونيك يعني درجة حرارة صحيقة في البرودة، يعني تكون تقريبا ناقص 100 ناقص 200 درجة، هاي كرايجونيك يعني بارد جدا، من ناقص 100 ناقص 200 لحد 650 درجة. By properly constructing an RTD، إذا بصمم الجهاز أو مجلس القياس الحرارة، and correctly measuring its resistance، وأقيس المقاومة تاعته الصح، نسبة خطأ في قياس حرارة قد تصل لحد 0.05 degrees is possible، يعني حسب الدائرة الكهربية المستخدمة.
The choice of an appropriate resistance measuring device, عملية اختيار الـ resistance device, must be made based on the required level of uncertainty in the final temperature measurement. لازم اختيارنا للـ resistance temperature measuring device يعتمد على مستوى نسبة الخطأ في الـ final measurement للحرارة. Conventional ohmmeters اللي هو أجهزة قياس المقاومة cause a small current to flow during resistance measurements creating self-heating in the RTD. لأن الأوميتر لما يقيس الحرارة لما يقيس المقاومة ايش يسوي هو؟ بمرر تيار. مرر تيار في المقاومة وبالطريقة هذه هو بيقيس ايش؟ المقاومة. الآن تمرير تيار بيخلي السنسور يسخن شوية بيعمل self-heating لايش؟ للسنسور. معناته الأوميتر نتيجة انه مر التيار بيعمل تسخين شوية للسنسور وبالتالي لما ناخذ القراءة في سخونة نتيجة طريقة القياس معناته الدقة بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. طيب هذا بسميه ايش؟ لودينج ايرور. بسميه لودينج ايرور. طيب الان بريدج سيركتس اللي هو الدوائر البريدج سيركتس ار يوز تو ميجر ريزيستنس اوف ار تي ديز تو مينيمايز لودينج ايرورز. بستخدم البريدج سيركتس عشان مينيمايز اللودينج ايرورز اللي هي نتيجه لو بدي استخدم اوم ميتر مباشره بتعمل لي لودينج ايرور. And provide low uncertainties in measured resistance values. Wheatstone bridge circuit. سمعتوا فيها. Wheatstone bridge circuit are commonly used for these measurements. Wheatstone بتكون عادة اللي هي بشكل أساسي يكون عندي مقاومة. عندي هذه R1 R2 و R3 و R4. طبعا R3 اللي هي variable resistance. هذه ال RTD اللي هي السنسور تاعي بحطه في البيئة اللي بدي اقيس حرارتها. بحطه في البيئة بدي أقيس حرارتها. نتيجة وضعه في البيئة المراد قياس حرارتها تتغير المقاومة تاعته. تتغير المقاومة الارتدي تتغير. هنا أنا بلعب في الريزيستنسين بعمل أجست بحيث أعمل بالانس لهذه. بحيث أعمل بالانس يعني في الحالة هذه بيصير عندي R1 على R2 سو R3 على ال R RTD. بتكون R1 معروفة وال R2 معروفة وبلعب في ال R3 بعمل adjust عشان تتحقق العلاقة هذه. هذه اللي هي الويتستون بريدج. الآن the basic Wheatstone bridge circuit does not compensate for the resistance of the leads in measuring this resistance of an RTD. الآن لما نعمل سيركت بستخدم أسلاك عشان أوصل. الأسلاك إيش لها؟ مقاومة صح؟ الآن مقاومة الأسلاك هتعمل لي أو تعتبر مصدر رئيس للإيرور في الإلكتريك ريزيستنس ثيرموميترز. تعتبر مصدر رئيس للخطأ في الريزيستنس.
When greater accuracy are required, three-wire and four-wire bridge circuits are used. الآن عندي هين كذا شكل يعني أشكال معدل الويتستون اللي هي بريدج سيركت. عندي هين في بطارية طبعا, عندي هين R1 R2, هين جالفانوميتر, هين variable resistance R3 مقاومة متغيرة, وعندي هذه ال RTD اللي هي المجس اللي بيكون مغمور في البيئة المراد قياس درجة حرارتها. الآن في عندي سلك هين R, سلك له مقاومة R1 small, وفي سلك هين مقاومته R2 small, وسلك مقاومته R3 small. هذا تسمى اللي هي كاليندر جريفيث 3 واير بريدج. هذه كاليندر جريفيث 3 واير بريدج. عندي اللي هو ارنجمنت ثاني في بي, عندي هاي R1 R2, في عندي بطارية, عندي جالفانو ميتر, عندي R3 variable, وفي عندي ال RTD اللي هو المقاومة اللي بتكون مغمورة في البيئة المراد قياس درجة حرارتها, وعندي سلك مقاومته R1 small, والسلك مقاومته R2 small, والسلك مقاومته R3 small, وR4 small. هذه lead wires أو اللي بيسمى molar 4 wire bridge. عندي هاي R3 prime و R1 و R2. الآن عندي الأسلاك, هذا مقاومته R3 R4 R1 و R2, وهذه اللي هي ال RTD اللي هي البلاتينيوم كوندكتور, لأن أحط يعني بتكون موجود مغمورة في البيئة المراد قياس درجة حرارتها. الآن بشكل عندي R1 على R2 بيساوي R3 على R RTD, R1 على R2 بيساوي R3 على R RTD. الآن لاحظوا نتطلع على شكل بي. هنا حكون عندي الار ثلاثة والار واحد سمول, هدول ان سيريس صح؟ معناته المقاومة الكلية هنا حتكون مش ار ثلاثة, حتكون ار ثلاثة زائد ار واحد سمول. وعندي هنا ار ثلاثة ان سيريس مع ار تي دي, R3 small in series مع R3 3, معناته هين حتكون equivalent للمقاومة اللي هي R3 زائد R1, وهين equivalent للR RTD زائد R3 small. باستخدام هذه العلاقة R1 على R2 بيساوي R3 على R RTD, حكون عندي R1 على R2 بيساوي total resistance اللي هو R3 زائد R1 على R RTD زائد R3 small. إذا كانت صممت أنا الدار بحيث المقاومة لواحد بيساوي المقاومة لاثنين R1 بيساوي R2, معناته هذا إيش حتكون R1 على R2 إيش بيساوي؟ واحد. إذا بعمل كروس برودكت بيصير عندي RTD بيساوي R3 زائد R1 ناقص R3. إذا صممت اخترت إن مقاومة السلك واحد نفس مقاومة السلك ثلاثة بروحوا مع بعض, معناته التغير في مقاومة R3 هو بيكون indication لل RTD. فبالتصميم هذا, بالتصميم هذا استطعت انه ألغي تأثير ال R1 وال R2 اللي هي مقاومة الأسلاك. الآن المقاومة لل R2 مش مهمة, ليش؟ لأنه على التوازن بمرش تيار, بمرش تيار فيها, وبالتالي لا تعني, ما زال بمرش فيها تيار معناته لا تعني شيء. زي ما حكينا the resistance of lead wire it too does not contribute to any error in the measurement at the balanced conditions since no current flows through the galvanometer G. طيب خلينا المحاضرة الجاي نكتفي اليوم, المحاضرة الجاي بنكمل. يعطيكم العافية.